مجموعة من الصور للفريق الغنائي الشهير البيتلز تعرض لأول مرة. يظهر فيها الفريق في حفلته الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1964. المصور مايك ميتشل الذي كان في 18 عاما عندما التقط هذه الصور، وقام دار العرض كريستي بمدينة نيويورك بعرضها، وقدرت سعر الصور 46 بالأسود والأبيض بسعر معقول، بعضها تراوح بين $1,000 و $6,000. جعلنا من الصور سهلة المنال لأني أعتقد أن الفرصة هنا مواتية للجميع من امتلاك قطعة صغيرة من هذه المجموعات الرائعة، لذلك فإن الأسعار معقولة، تقول كاثي إلكيس مديرة دار كريستي للأيقونات. يشار إلى أن هذه الصور لم تنشر من قبل وكانت مخبأة لنحو نصف قرن بطابق سفلي، وقدرت دار كريستي القيمة الإجمالية للصور بمبلغ يصل إلى $100,000.